أخير زعيم، هذا الخنجر يشغل بلاد العراق يشغل بيروت. تفضل. أيوة، وأنت أنو بلاد بترجح؟ أنا برجح بيروت، بس مو 100% والله يا زعيم. طيب عمي، هالسيرة هي كيف تنهيها؟ صعب. ليه؟ لأنه ما في ختم واضح وصريح، بس شغلته محصورة بين العراق وبين بيروت. هاق معك، ما في ختم واضح، معناتها ما رح نوصل لأي نتيجة. بلا مؤاخذة زعيم، طالما حصرنا وحددنا بين العراق وبيروت معناها وصلنا لنتيجة. يعني قولتك لازم نفتل العراق كله وبيروت كله لحتى نعرف مين صاحب الخنجر، ما هيك؟ بلا معلمية زعيم، جنابكم يلي لازم تحددوا غريمكم أقرب لبلاد العراق ولا أقرب لبيروت. بهي معك حق. شيخ الكار عم يحكي مزبوط عمي أبطالي.